سعيده اكتر ان انا بكون موجوده في بيتي وان المكان ده بيتعمل اول مره ونكون في يوم متميز يعني في رمضان واحتفال العاشر من رمضان وحضور الوزير طبعا وزير الثقافه والفنان الصحفي الكبير حلمي النمنم يعني طبعا شرف كبير ليا وسعيده اكتر بحضور الناس يعني ما كنت متفاجئه ان الانشطه الثقافيه تذهب للمواطن في كل مكان عشان كده احنا السنه دي على مستوى القاهره بنعمل هنا وعندنا نشاط مستمر في الفسطاط وفي نشاط في الحديقه الثقافيه في السيده زينب وفي في قصر الامير طاز وفي بيت السحيمي وفي معرض الكتاب في فيصل رايح نفتتحه دلوقتي ده على مستوى القاهره المحافظات ايضا فيها انشطه اليوم في يعني احتفاليه خاصه بابطال اكتوبر ابطال مصر الحقيقيين اللي يعني ردوا لنا الشرف والكرامه والثأر من العدو النهارده كان معانا السيد اللواء يسري قنديل السيد اللواء طلعت مسلم نصرار بلدنا بسم الله بسم الله بايدين ولادنا بسم الله بسم الله نصرار بلدنا بسم الله بسم الله بايدين ولادنا بسم الله بسم الله وادانا على المتنا بسم الله بسم الله بيحيي جهتنا بسم الله كريم النهارده نابع من احساس عند الشعب المصري كله وقيادته بان القوات المسلحه المصريه ادت دورها العظيم في حرب اكتوبر. ده شرف كبير ليا اولا ان انا اتكرم مع الناس دي. ثانيا ده تكريم زي ما قالوا كده على الفتره اللي انا قضيتها في البيت الفني للمسرح ان انا يعني حاولت على قد ما اقدر ان انا اعمل حاجه في البيت الفني. ده شيء جميل جدا وده الشيء اللي احنا بنستناه لان احنا جايين من مشوار بعيد قوي يعني انا جاي من الاقصر طبعا رائع الصراحه يعني منتهى الجمال وبعدين وزاره الثقافه عامله حاجات كويسه جدا